فحين ينصرف من المغرب، صليت المغرب، أنت يا أمي يا أختي يا أيها الرجل الكريم، صليت المغرب وانتهيت، ثم قلت اللهم أجرني من النار 7 مرات، تقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات، نجاه الله منها إن مات من ليلته. الله أكبر. الحديث يا شيخ، الحديث من قال حين ينصرف من المغرب اللهم أجرني من النار 7 مرات نجاه الله منها إن مات من ليلته، وإن قالها بعد الصبح أي بعد الفجر ومات من يومه نجاه الله منها. الله أكبر. حديث صحيح. نعم، في هذه يعني من اللطائف، أحدهم يقول لو أنك جالس يوم كامل تقول الحر شديد الحر شديد لن يخفف عنك هذا، لكن لو قلت هذا الدعاء نجاك الله من النار. نعيد الحديث شيخ. نعم، من قال حين ينصرف من المغرب اللهم أجرني من النار 7 مرات، اللهم أجرني من النار 7 مرات، قال يعني يكررها 7 مرات، 7 مرات نجاه الله من النار إن مات من ليلته، وإن قالها بعد الصبح ومات في يومه نجاه الله من النار إن مات من يومه. الحديث عند مسلم. الحديث نعم.